عايز اقول تاني انه اردوغان بيقود تركيا الى الهاويه، عنده نهم وعنده نرجسيه سلطويه عثمانيه برداء اسلامي زائف وكاذب. وتاني بسال كل يوم، هسال وافكركم، هو اردوغان السلطان العثماني او امير المؤمنين طرد السفير الاسرائيلي ولا لسه؟ ده سؤال بس، عشان هو الامير امير المؤمنين لغى الشذوذ من عنده؟ هو امير المؤمنين قفل بيوت الدعاره اللي موجوده في تركيا اللي خلتها اكبر دوله بتمارس الدعاره في العالم بتجيب 4 مليار؟ انا بسال اسئله كل مره هسالها لغايه الناس ما تقول لي. يا اما هو فعلا اغلق هذه الدور ووقف المثليه الجنسيه ولغى العلمانيه وطرد السفير الاسرائيلي، يبقى امير المؤمنين ونصبناه امير